ما حكم من شرب الخمر ثم تاب منه؟ هل يجب عليه الحد؟ وماذا يفعل إن لم يجد من يجلده؟ وذلك إذا تاب إلى الله قبل أن يبلغ السلطان فهذا طيب وأحسن له أنه يتوب ويستر نفسه، ولا عليه حد، لا عليه حد، يستر نفسه. أما إذا بلغ السلطان فلا بد من إقامة الحد ولو تاب. توبة لا تسقط الحد بعد بلوغه وتقرره، لأنه يتقرر عند السلطان، لا يجوز إسقاطه بعد تقرره. نعم.